البحرين بالبيرق الغالي تاريخك الزاهر في قلوبنا حاضر مجدك شموخ افعال من اول وتالي شتاتنا بسنين امجاد تتعطر كانت لهم وقفات سيرة بها نفخر صغرنا مورود من اجمل العادة من البحر والغوص ولا اسلوم البار ركبوا البحر أقوى من الأمواج ما هاب غدر يوم انهاج وما هاج غاصوا وسط هيرات وتحدوا كل غبار حصدوا لنا دانات تتلى لك انها سراج وجيتهم في البار وجيتهم في البار شجعان فرسان لعبيا ولطويسة وكحلان هواهم المقناص ويا الابل والشعر صانوا لنا تاريخ خذ من فعلهم شان أهل البحرين أهل البحرين فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس احنا احنا أهل البحرين أهل البحرين فينا الوفا من زاد نحب نحب ديرتنا ديرتنا ونعز كل الناس من يلتقي فينا ومن جود طيبتنا يتعطر الأحزان يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحزان يا سار يا محلاك تزيني في العالي في العالي فرضين وسمها الخير ما غيرها نوالي البحرين عز وشموخ ومجد قولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي مساكم الله بالخير والسعادة مشاهدينا وين ما كنتوا وتابعونا نطلع عليكم من أرض الطيب والكرم والعطاء والمحبة من المحرق وبرنامجكم اللي نجح بمحبتكم وتواصلكم معنا السارية وبكذي أقول مساء الخير يا حسن مساء الورد والسعادة مساء الفرح مساءنا من المحرق طبعا أرض الطيب وأهل الطيب أهل المحرق الناس البسيطة اللي تتميز بعطائها وكرمها وحبها للوطن وأكيد أكثر شيء يميز المحرق نيلة لهجة أهلها وكلامهم الجميل الحلو ليشرح الصدر أيوة والله صدقت يا حسن على طاري يمكن اللهجة وكلامها المحرق يمكن أهالي المحرق يحرصون دائما على استخدام المفردات القديمة صحيح. اللي ما زالت لليوم متداولة بينهم وبين حتى عيالهم صح صحيح طبعا نيل يمكن هالشيء يخلي بعض الأحيان أهالي المناطق الثانية ما يفهمون بعض الكلمات أو المصطلحات اللي تكون صعبة نوعا ما عليهم لأنها متوارثة من الأجداد اللي زرعوا في أحفادهم وعيالهم التمسك باللهجة والمفردات القديمة هالشغلة أنا وايد أحبها على فكرة عادل كلامك يمكن عشان كذي إحنا من خلال هذه البرنامج برنامج السارية نسعى بأن المفردات الأمثال كل شيء شعبي وتراثي ما ينذكر صحيح. ويكون جزء من
يعني ما يتجزأ من يمكن حياتنا أو من هالعصر وهالزمان، وإن شاء الله يا رب نكون توفقنا في تحقيق هذا الهدف. إن شاء الله أتمنى أن احنا يعني توفقنا في تحقيق هذا الهدف. وأكيد مشاهدينا بنبتدي معاكم حلقتنا بتوجيه الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب والدعم الأول والرسمي لبرنامج السيارية في موسمه الثاني. أكيد أيضا الشكر موصول إلى اللجنة البحرينية للرياضات الموروث الشعبي على جهودهم في إنجاح هذه البرنامج، وكذلك الشكر موصول لشركة الاتصالات الوطنية بتلكو وأيضا شركة إبراهيم خليل كانو الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكسس في مملكة البحرين، بالإضافة إلى مجموعة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده. كل الشكر والتقدير لهم أكيد، والشكر موصول مشاهدينا لأرسان للخياطة الرجالية ومجوهرات آسيا على لبس اليوم، وأشكر أيضا المصمم محمد صالح الزري وأيضا مجوهرات جامبو على لبس نيل اليوم، ومجوهرات جيهان لمجوهرات الغالية أم هلال. دام أنك بطاري الغالية أم هلال مجوهرات جيهان، تعودت ومشاهدينا في البداية نروح عند نسوان الفريج ومع الغالية أم هلال ونشوف تجهيزات الغبقة. خلونا نروح ليال وراجعين نتواصل وياكم. الحلول وحليناه، والضو وحرقناه، والقطوة وذبحناها. يا أخويا أحلى الخياب لو لزت السيف صجة، منهم الصيان تير الميادف صجة، ناخذهم لا تطول عليهم صجة، ترى أحبال القوس قصة صديهم صجة، ترى أحبال القوس قصة صديهم صجة، ويا ليتني دهينة ودهن يديهم صجة، ويا ليتني خيمة وخايم عليهم صجة، ويا صجة ويا صجة ما صدقتك صجة، يا صجة يا صجة ما صدقتك صجة، توب توب يا بحر، توب توب يا بحر، أربعة والخامس دخل، أربعة والخامس دخل، أربعة والخامس دخل، ما تخاف من الله يا بحر، 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 توب توب يا بحر، توب توب يا بحر، أربعة والخامس دخل، والخامس دخل، ما تخاف من الله يا بحر، ما تخاف من الله يا بحر، هذيت بيدي يا بحر، جيبهم جيبهم عطفين بجيبهم، جيبهم جيبهم عطفين بجيبهم، جيبهم جيبهم عطفين بجيبهم، ويا اللومي أدبر رومي، ويا اللومي أدبر رومي، ويا اللومي أدبر رومي، ويا اللومي أدبر رومي، ويا أتحرن أحمد بن ذاني، أتي أحمد بن ذاني، أتي أحمد بن ذاني، أتي حسين بن يوحرا، 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 وتوب توب يا بحر يا بحر.
سلام يا سلام، سلم يا سلام، تبارك الله تبارك الله. اي والله شلونكم يا جماعه الخير؟ بس قطشنا مع هالفن البحري مال القوس الاول، لان قاموا يبون القوس، ايون تاخروا القوس فالقوس. يا سلام عليكم، شلونكم؟ الحمد لله. اي والله شو تسوون انتوا الحين عقب هذا الفن؟ ايش بتسوون؟ اي والله وانا قاعده اتقهوه ومشغبتني القهوه ومشغبني الذي انزين. الحين قولوا لي هالقدعوت الزينه وهالزلابيه ما شاء الله، وهالفاكهه والخضره والشاي والعدال والقهوه والحلوه والخبز ما شاء الله ما شاء الله. خبز الاحمر، اي خبز الاحمر وحلوه بحرينيه. يا سلام زين. والنادي القواصه ابد زين. ذي قبقتنا الليله، قبقتنا الليله، ها شفتت الهامور، ايه ربيان يابس، ربيان يابس الفقوطه، اي نعم، ايه ومكبوس الهامور محمر، هامور مكبوس محمر. يا سلام على هامور. اوه وين جايبينها الطبخه؟ القواوي يا سلام. ما شاء الله. عاد انا الحين بودعكم السلام، يحفظك الله. اي والله قهوه وتقهوينا ونادينا القواويص وذي ما عبر. نعم الله عليكم، نعم الله عليكم، كثر الله خيركم. حي الله منيا، حي الله منيا، يا هلا ويا مرحبا. يا سلام نيلة، الأجواء اليوم في اليال أجواء مسكتة. جميلة صراحة. أنا أشك بيني وبينكم مشاهدين أن حتى اليوم أم هلال تبتين، بس طمنت أن هي قامت ويأتنا في الطريق. هي قامت بس ما يندربتي ولا ما بتي. فن جميل شفناه نيلة، نفس ما قالت أم هلال، يعني لما ينتظرون النسوان الرياي لما يتأخرون شوي في الغوص يبطون عليهم في الغوص، ينطرون الغاصة بهالأهازيج الجميلة الحلوة صراحة. وغنون. فن جدا جميل. وأنا طالب اليوم ببرنامج صراحة نبي يكونون عندنا أكيد. يا جماعة الخير فريق الإعداد مخرجين يبوهم لما تشوف الفن اليوم ولا شو تقولين؟ إيه صراحة ولهنا. أيوة على هالأشياء الحلوة. صحيح. التراثية. صحيح. طبعا أكيد بعد سولفة وشوي عن الغبقة. الغبقة قالوا عندنا الفن ونسيت الغبقة. لا قالوا عندنا مكبوس محمر. إيه هامور. إيه مكبوس محمر على هامور. إيه وربيان يابس. ربيان يابس. يا سلام. يعني قالوا هذه كلها طبعا من خيرات بحرنا. خيرات البحر أكيد طبعا. أكيد. يعني أمس النهام، اليوم هذه الفرقة الجميلة. طبعا. وهذه الغبقة الرائعة اللي أكيد معاكم مشاهدينا بنشوفها بعدين. عموما مشاهدين اللي تابعنا أمس بداية الحلقة سمع معنا صوت الفايز بالسيارة، والحين صار الوقت إن نتعرف عليه ونبارك لعد هالمرة وين على الهواء مباشرة ويانا طبعا في الاستديو. نقول له مساء الخير. ما وصل لي الحين شلون ننطر؟ المهم لا يطول علينا، السيارة بتروح عليه. عموما طبعا نذكر المشاهدين طبعا كان معنا فايز أمس، فاز معنا بالسيارة ومستمر معنا أكيد. أكيد السيارات أكيد بنقدم إن شاء الله إلى العيد بإذن الله. إن شاء الله إلى العيد عندنا مفاجآت عديدة مشاهدينا أكيد. بنرجع نذكركم بسؤال السيارة الـ 11 المقدمة من شركة إبراهيم خليل كانوا الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكسس في مملكة البحرين اللي راح نسحب عليها بكرة بإذن الله. خلونا نشوف السؤال وراجعين نتواصل معاكم مع الفائز اللي كان معنا أمس. لا يتأخر لا يتأخر. من أشهر المؤلفات في تاريخ البحرين والتحليل العسكري هو كتاب الضوء الأول، فمن هو مؤلف هذا الكتاب؟ يمكنكم المشاركة والدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية من خلال إرسال كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS للأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 989899. نترياكم في السارية. ما
معاكم رجعنا مشاهدينا من بعد ما شفنا السؤال اكيد والوردة الغالية يا لابس الوردي الوردي بخدوده اليوم يعني انا حتى وانا اشوفك في الشاشه وانا اتغزل فيك اي والله الوردي واكل حته منوره منوره معانا اليوم ان شاء الله تبارك الله والله هذه يعني بعضي ما عندك محروسه من العين سلام يا سلام عليك سلمت طبعا نيله وام هلال احنا طبعا قبل ما نستقبل الفائز بس ضروري ان ابي اشكر طبعا دولة عزيزة على قلوبنا تربطنا أكيد. معاها علاقة أخوية وصداقة جدا جميلة وبيننا علاقات رائعة ونسب جدا جميل طبعا من دولة الكويت أحب أشكر الشيخة رواء الصباح ونادي النصف على النقصة الجميلة اللي وصلتني لي أنا ونيلة العزيزة والغالية أم هلال وما قصرتوا وجزاكم الله ألف خير وشكرا ان انتم ذكرتونا وسعيدين عدل. بالكلام الجميل اللي قلتوه عن البرنامج يعني ما شاء الله عليهم ما قصروا معانا صحيح. وطبعا ما ننسى نشكر اللي وصل لنا هذه الهدايا الحلوه نعم. الاستاذ وليد الذوادي يانا بنفسه وطبعا الكلام الجميل اللي قاله في حقنا وفي حق البرنامج واكيد احنا نطلع لكم كل ليله ونحاول ان نكون عند حسن ظنكم ننقل لكم هذه الموروث الشعبي البحريني وان شاء الله يوصلكم كلكم من البحرين وخارج البحرين وعلى راسنا يا اهل الكويت وما قصرتوا اهل الكويت نعم ما قصره والنعم نعم والنعم يعني انا اللي قاله حسن وقالت نايله يعني شو اقول لكم انا ما بقى شيء اقوله سلام. بس اللي بقوله عن نفسي انا سكت لساني عن ذاك الكلام اللي ارسلوه صحيح يعني كلام يثلج القلب ويسعد النفس وشكرا شكرا شكرا ما والشكر قصر. جليل إيه ما قصرته إيه وعلى عيننا وعلى راسنا يا هالصباح على عيننا وعلى راسنا على راسنا وعلى عيننا من فوق طبعا وكل اهل الكويت حبايب قلبنا شكرا لهالكويت كلهم على راسنا اي والله صار الوقت الحين عاد نستقبل الفايز معانا والفايز اشو ما تاخر كان بيروح عليك انت جاي مع المفتاح بعد حياك تفضل حيا هلا مرحبا فيك تفضل الغالي حياك طبعا الفايز معانا مشاهدينا اللي فاز احمد بحلقه أحمد امس احمد حيا الله احمد حياك الله تفضل يا احمد مساك الله بالخير مساك الله بالنور السرور حيا الله من الغاليه مهلال شو اخبارك ان شاء الله طيبه الله يسلمك الله تسهلين الطيب ان شاء الله نورنا احمد الله يسلمك الله يبارك فيكم تستاهل شلون الشعور نيلة اول سؤال انا ونيلة انت طالع مع بعض شنو شعور الفايز لما يشيل التليفون ويجاوب هل يستوعب فعلا من البداية لا صعبة صعبة يستوعب لازم شوي يعني ارتباك ايه؟ بس بعدين الأمور طيبة يا سلام يشوف أم هلال ومن العودة يا سلام الأمور طيبة الأمور طيبة الأمور طيبة الله يسلمك عرفت الإجابة على طول ولا مثل ما قالت نيلة دورت عليها لا لا لا, لا جاهزين جاهز حق جاهزين بس لأن دائما يصير تاخير صحيح تاخير اي الحمد لله لا بس انا اعطيتك فتشه قلت لك انت قاعد تتابعنا شوف انا شنو بروح اجيب ايه عشان تعرف انا شنو ابيك تجاوب ترى طيبه ما اعطيتك وقت شوي اي سامح الله ما تقصر اول شخص يركب السياره مين اول شخص ايه زوجتي يا سلام يا سلام يا سلام موجوده معاك نوجه لها تحية الله يسلمك لا تحية وتستاهل ألف مبروك الله يبارك فيكم تستاهلون كثير نشكركم على البرنامج ونشكر السمو الشيخ ناصر على التعب والقائمين بالعمل نفسه صحيح. نشكرهم ونشكركم انتم بعد انتم الاساس هني الله يسلمكم الله يسلمك يخليك الغالي ما قصرت يا اخوي حسن سيارتك تنتظرك يا احمد ان شاء الله من اسير على طبع زوجتك ان شاء الله وصل له السلام الصوره اهم شيء يلا وين مصورنا اليوم موجود اي موجود الكاميرا هناك شكرا يعطيك العافيه ما قصرتوا يلا مشكورين ما قصرتوا جزاكم الله خير ما قصرتوا الله سلام سلمنا الجائزه سلمنا المفتاح نيله مفاجات عديده وسيارات جايه والعيد جاي جوائز ساريه غير يا سلام قلنا احنا هالسنه غير في شهر الخير غير شهر الخير يا سلام اذا مشاهدينا خلونا الحين نذكركم مره ثانيه مثل ما تقول نيله بطريقه المشاركه كل اللي عليكم كم تدخلون للموقع الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه سجلون فيه بياناتكم من الاسم الكامل رقم الموبايل الرقم الشخصي وباذن الله بتكونون من المشاركين ويانا بنتصل فيكم ما
ونقول لكم فزتوا معنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله نتصل فيكم الله. وتفوزون، ولما تفوزون نحب ننوه ان بامكان الفائزين معنا في حلقه اليوم او حتى الحلقات السابقه انهم يستلمون جوائزهم من هني في القريه التراثيه بين الساعه 8:30 وحتى الساعه 9:30 مساء، وان شاء الله يا رب فالكم جميعا الفوز. عاد الحين يوم هلال صار الوقت بنبتدي المسابقه سياره وسلمناها. اي نعم، دور الاسئله والجوائز اللي عندنا بالساريه. نقول الو مساء الخير حق اول اتصال. الو مرحبا. ألو. عليكم السلام. مرحبتين. من معانا؟ مريم. مريم مساك الله بالخير، من وين مريم؟ مساك الله بالنور، من جلالي. من جلالي. اي تفضلي ثواني بس بعد الديره بتروحين تحاتي. مريم الغالية أم هلال في انتظارك، وعلى طول نبي نفر الديرة عشان خليها ترجع مكانها وتكيف على الأسئلة. وريح ونقول لك الأسئلة. يلا توكلنا على الله يا أم هلال ونشوف الديرة إن شاء الله. حياك الله يا الغالية، نشوف الديرة يعني أم هلال. يلا يا أم هلال. يا سلام ما شاء الله. يا سلام شل شل حظ الحلو. مريم مريم ما شاء الله ما شاء الله، هذه بس خطوة أم هلال فيها سارية على طول، فيها سارية. ألف ألف مبروك. يا الله شو الأجواء الحلوة، نايلة لحقة على الأجواء يا الحلوة. سلام أسمع الجمهور الطيب، شو الأجواء الحلوة ذي يا مريم، مبروك بدايتها سارية خير. سارية خير، ألف مبروك. الله يبارك فيك حبيبتي. خلي نقول لك الجائزة اللي فزتي فيها يا مريم، طبعا جائزتك عبارة عن سارية مقدمة من شركة رامز العالمية بقيمة 500 دينار بحريني كاش، بالإضافة إلى 100 دينار كوبون مشتريات من أي فرع من فروع رامز البحرين. ألف ألف مبروك. ألف مبروك يا مريم. مبروك. ألف مبروك، وتحية خاصة حق الجمهور الطيب اللي معاك يا مريم. حماس اليوم من البداية ما شاء الله، حلوة الحلقة لما تبتدي بحماس المشاهدين والمتصلين. تستاهلين يا مريم أكيد، تستاهلين يا حبيبتي تستاهلين. لا الحماس لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله اللي بعدك بعد يا مريم يكونوا فيها الحماس إن شاء الله يا رب. اتصال ثاني ليلى، أنا متحمس. إيه أنا بعد. نقول ألو. نقول ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. ألو مرحبا. هلا مرحبا، من معنا؟ عبد الله. عبد الله حيا الله عبد الله، شلونك عساك طيب؟ الله يسلمك اختي، شلونك؟ انا بخير دام ان انتم بخير، من وين تكلمنا يا عبد الله؟ مدينة سلمان. مدينة سلمان، حيا الله المدينة سلمان. عبد الله جاهز؟ ان شاء الله جاهز. ان شاء الله جاهز، ذهنك حاضر، معلوماتك موجودة؟ ان شاء الله. بنجاوب بنوصل لل 500؟ باذن الله ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله، ونروح على طول مع الديرة والغالية ام هلال، تفضلي يا ام هلال. هلا ام هلال. يا هلا امي ويا هلا مرحبا. الله يمسك بالنور والسرور. بالنور والسرور ام هلال. يا سلام عليك، والله ان من صوتك مبين ان انت تبارك الله. ان شاء الله باذن الله. بس الحين اول بنروح نشوف الديره وين بترسيك، ومن عقبها بنسالك ان شاء الله. ان شاء الله. يلا يا الغالي بنشوف الديره مع ام هلال على اي اتجاه راح ترسيك، وانا ابتسامات من بدايه الحلقه، ابي الكل يفوز باذن الله اليوم. ان شاء الله باذن الله. هنشوف انت في مغيب يا الغالي، وين مغيب؟ ايه غرب. نعم غرب. السلام عليك. نايلة تقول لك مو هذه سؤالك قبل لا تقول. ان شاء الله. خلنا نشوف معاك هذه التقرير يا الغالي، وبنرجع مع اول سؤال بيكون عند الغالي ام هلال، نشوف التقرير مع بعض. ان شاء الله. ولد حسن جواد الجشي في مدينة المنامة حوالي سنة 1920، وبدأ مسيرته التعليمية في المدرسة الأهلية في المنامة سنة 1931، وتنقل الجشي بين عدة وظائف وأعمال، فقد عمل في دائرة الكهرباء في وظيفة مدير المخازن، ثم انتقل للتدريس في المدرسة الغربية ليصبح مديرا للمدرسة الغربية بعد ذلك. وقد ساهم الجشي في تأسيس نادي العروبة سنة 1939، وعلى الصعيد الثقافي فقد ساهم الجشي في تحرير مجلة صوت البحرين وعمل على نشرها، ثم واصل رحلته العملية والعلمية متنقلا بين الكويت وبعض الدول العربية. وفي سنة 1973 انتخب في المجلس الوطني ونال شرف الحصول على لقب أول رئيس للمجلس الوطني، وقد تم اختياره من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه
في سنة 2002 من ضمن شخصيات الوطنية في مملكة البحرين، وأطلق اسمه على أحد الشوارع في مدينة المنامة تكريما له. توفي السيد حسن جواد الجشي في سنة 2005 بعد أن ضرب مثالا للمواطن البحريني المحب لأهله ووطنه. عبد الله ويانا. عبد الله سم الله عدوك ويانا ان شاء الله. تابعت التقرير؟ اي نعم. بحذافيره سمعت المعلومات؟ اي نعم. كيفو عليك يا عبد الله. سؤالك الاولي بيكون مع الغالي ام هلال. نسمع السؤال، تفضلي يا ام هلال. يا هلا ويا مرحبا بك مرتين ثانيه يا عبد الله. مثل ما سالتك بنتنا نيله، عساك ان شاء الله سمعت وتوكدت من التقرير. ان شاء الله ان شاء الله. الى يما نعطيكم التقرير علشان تسمعون، لان اسئلتكم معتمده على الله ثم على التقرير ان شاء الله. ايه انزين، شو يقول السؤال امي؟ يقول السؤال: ما هو اسم المدرسه التي تعلم بها حسن الجشي؟ في خيارات يعني. ايه. هل هي المدرسه الاهليه أو الهداية الخليفية أو شجرة البلوط؟ الهداية الخليفية. هل هي المدرسة الأهلية؟ الأهلية. أحسن، ثبت، حط بالك يم عبد الله، حط بالك. إيه؟ يا سلام عليك يا عبد الله، حلو. 150 دينار من أم هلال صارت عندك الحين، بنبصم على 300. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. سؤالك يا الغالي بيكون معاي إن شاء الله. سؤالك يقول: عمل الجشي في دائرة الكهرباء، السؤال يقول شنو كانت وظيفته؟ أعطيك خيارات؟ اي تفضل. هل هو كان مسؤول الحسابات أو مدير المخازن أو هندسة المحولات؟ شو تقول؟ الوقت يبتدي معاك وبدأ أصلاً. اسمعني من التليفون واللي سلمك عبد الله، هل هو مسؤول حسابات او مدير المخازن؟ مدير المخازن. بس خلاص، مدير المخازن. 300 في حسابك. ثبت ثبت. يا سلام عليك يا عبد الله. صح يا عبد الله، احسنت يا عبد الله. 300 دينار في معاك ناس اسمعهم يحيونك عدل. اي الجمهور موجود. الجمهور موجود، كله جمهور. الجمهور كان متابع وياك التقرير. تتابعها وركزوا يعني. إيه بنواصل للسؤال الثالث ولا بنكتفي بالثلاثمية؟ لا بإذن الله بنواصل إن شاء الله. بإذن الله بنواصل. وفالك الخمسمية يا رب يا عبد الله. إن شاء الله. سؤالك الثالث يقول: يا عبد الله، في أي سنة تولى الجشي رئاسة المجلس الوطني؟ ما في خيارات. تعطيني سنة؟ في أي سنة تولى الجشي رئاسة؟ 1939؟ لا غيرها. 1900 وكم؟ في أي سنة تولى الجشي رئاسة المجلس الوطني؟ يلا يا عبد الله عطني سنوات. أقل والله، أزيد والله. أزيد. يلا يا عبد الله ما بقى وقت. يلا. 1939 لا؟ 1939؟ غلط. عبد الله ما عليه، انت فزت معانا ان شاء الله. بقول لك شنو هداياك، لكن الجواب 1973 هو الجواب الصحيح. وبقول لك بعد معلومة حلوة تخص تاريخ مملكة البحرين، وشيء حلو ايضا ان احنا نتعرف على هذه المعلومات، ان في تاريخ مملكة البحرين وفي طور تمكين المرأة فازت اول سيدة بمقعد في مجلس النواب هي السيدة لطيفة القعود، وكذلك فازت السيدة فوزية زينل برئاسة المجلس وهي اليوم رئيسة مجلس النواب. عبد الله فزت معنا بهدية تقول 150 دينار من شركة الاتصالات الوطنية بتلكو، بالإضافة إلى هدايا مختارة من الحواج بقيمة 100 دينار، وأيضا كوبون مشتريات بقيمة 50 دينار من محمصة الجزيرة، بالإضافة إلى هدية مقدمة من بيت الأصواف بقيمة 50 دينار. ألف مبروك يا عبد الله.
ألف 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 مبروك يا عبد الله، تستاهل كل خير يا الغالي. مشاهدينا أكيد راح نكون متواصلين معاكم في السارية المسابقة والجوائز، وبإذن الله الساريات بتكون معاكم، ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا في انتظارنا. من أشهر المؤلفات في تاريخ البحرين والتحليل العسكري هو كتاب الضوء الأول، فمن هو مؤلف هذا الكتاب؟ يمكنكم المشاركة والدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية من خلال إرسال كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS للأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 98989. نترياكم في السارية. من أشهر المؤلفات في تاريخ البحرين والتحليل العسكري هو كتاب الضوء الأول، فمن هو مؤلف هذا الكتاب؟ يمكنكم المشاركة والدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية من خلال إرسال كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS للأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 98989. نترياكم في السارية. رجعنا لكم مشاهدين أكيد مع اتصالاتكم وأجواء المسابقة، وأكيد الفائزين معنا والساريات الطيبة وهالقعدة الحلوة مع الغالية أم هلال. يا سلام، على الله يحلي أيامكم إن شاء الله. أنت وياك إن شاء الله. سلام عليك. عليكم السلام والرحمة. يا سلام، أسلم مرة مرتين وثلاث وأربعة. عاد الحين خلونا نسلم على المتصل معنا. ألو، مساء الخير. ألو، يا هلا، مساء النور. يا هلا ومرحبا، من معنا؟ جنان. جنان، هلا وغلا جنان، شلونك؟ عساك طيبة. الحمد لله، الله يسلمك. من وين تكلمينا يا جنان؟ من العكر. من العكر، حيا الله العكر. جاهزة يا جنان؟ جاهزة. معلوماتك موجودة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. عيال على طول نشوف الديرة مع الغالي أم هلال، تفضلي. يا هلا أمي، ويا مرحبا بك يا جنان. حياك الله امي، والله يمسك بالنور ان شاء الله. ها يا جنان، جاهز ومستعد باذن الله؟ جاهزه جاهزه ان شاء الله. و... مبين مبين ما شاء الله. الله يتممها عليك يا رب. الله. عاد الحين بنروح نشوف الديره وين بترسيج حق الاتجاهات. يلا نشوف الديره معاك يا جنان، وين بترسيج واي اتجاه؟ وين وين وين؟ انت في الياء يعني الشمال. مهلال، هاي صوت، صوت شنو؟ ما يحتاج. نعم، يعني هذي خفص صوت. شنو هذي؟ صوت الذهب. يا عين يا عين يا عين، صوت الذهب. وسؤالك جنان بيكون من تبابة البحرين ان شاء الله. جنان شوفي، اول سؤال بيكون معي انا، بنشوف كذي لعبة صغيرة معاك، شبابنا الحلوين اللي موجودين معانا عيال الفريد بيسوون لك لعبة، واتمنى تعرفين شنو اسم هاللعبة. نشوف اللعبة، واذا ما عرفتي بعطيك خيارات. نشوف اللعبة مع بعض. يلا نشوف اللعبة وكامة. هذه بدأ، سمعي. الله يحفظهم أم هلالك، يدوبشون في الفريق. اي يدوبشون. نعم، هذه أكثر. صيدة صيدة. ها لحقت عليه؟ ما لحقت. صيدة. جنان جنان قولي لي، اي شفتيهم شوي وهم يركضون؟ اي 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 ذلين يشردون، شاردين شاردين, شاردين. ايه، وناس تلحقهم. ما طق صوت علي. لا. جنان شفنا اللعبه مع بعض،
بعطيك اختيارات وقولي لي هل هذه اللعبه اللي شفناها هي لعبه الخشيشه او بيبي عنبر او صعقير ولا بيبو صعقير بالإشارة يفهموا او جنان خشيشه جنان جنان قاعد اقول لك خشيشه خشيشه بيبي عنبر او صعقير او صعقير جنان صعقير 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 ثبت يا جنان خل نثبت حق جنان صعقير يا ربي جنان يا ربي مبروك 150 يعطيك العافيه جنان جنان الله يعافيك جنان انا يتروالي انت قاعده تتاخرين في الاجابه لانك تتابعينا من التلفزيون عدل بالضبط اي لا واللي سلمت جنان سمعينا من التلفون اصواتنا واضحه في التلفون وقاصري على التلفزيون عشان ما تخسرين الوقت صح سؤالك الجاي بيكون مع الغالي ام هلال شنو السؤال يا ام هلال يلا نشوف السؤال مثل طبعا شو يقول المثل يقول لا تكثر الدوس يا خلي يملونك لا انت ولدهم ولا طفلين يربونك احسنت يا سلام تثبيت بالثلاث ثبت ليلى ثبتي لها ثبت بالثلاث يا سلام يا سلام عليك يا جنون شاطره بالامثال نعم هلو احنا نبي الخفيه ذي عادل عاد بقول لك الغاليه تعرفيني عاد انا لين قلتي المثل اقول لك قولي حق المشاهد متى ينقال هالمثل هذا المثل مو بس لان في طفل ما طفل اي عدل هو يعني يتطبق على قولتهم نعم. على الكبار اللي مثلا الاول مو بس الحين في وقتنا مال تطقق البيبان وتليفونات يشاورون باني يماني انتوا في البيت من قبل من قديم لسنين في ناس كانت البيوت مفتوشه الاول صحيح يا صفقوني فلانه صبحك بالخير ولا السلام عليكم في الدهريز نعم من ذاك الان كانوا ناس الله يهدوهم مثل يعني ايون ويدحون مثل دح المويه ايون بس ويدرعمون ويدرعمون ما يصير عاد البيت لحرمه لهم ستير لهم ساد لهم سير ايون ويدشون فير قايله مغرب الله اكبر ما عندهم وقت يا ربي فيعني قالوا لهم يعني خففوا هالزيارات اللي ما هي في محلها فقالوا لهم قالوا لا تكثر الدوس يا خلي يملونك لم تب ولدهم ولا طفل يربونك يربونك يا سلام يا جنان هلا حلوين احنا على 300 ولا بنواصل لل 500 خلاص حد شنو حلوين على 300 حلوين على 300 سلام عليك اقول لك انا خير ما اخترته يا جنان السؤال الثالث شوي صعب ويتروالي يمكن تردي لي 150 وراعي النصيفه سالم عيل اقول لك يا جنان الف مبروك عليك فزتي معانا كوبون مشتريات من مجوهرات تبابه البحرين بقيمه 300 دينار بالاضافه الى هدايا مختاره من الحواج بقيمه 150 دينار بالاضافه الى كوبون مشتريات من محمصه الجزيره بقيمه 50 دينار بالإضافة إلى هدية مقدمة من بيت الأصواف بقيمة 50 دينار بحريني ألف مبروك يا جنان مبروك جنان تستاهلين كل خير طبعاً مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم أكيد ومع الاتصالات نقول ألو حق المتصل الجاي ألو مساء الخير ألو يا هلا مرحبا ألو السلام عليكم عليكم السلام والرحمة يا هلا السلام مين معنا؟ معك سيد أحمد هلا مرحبا سيد أحمد شلونك؟ الحمد لله تمام بشرني عنك يا سيد احمد الحمد لله تمام الحمد لله من وين تكلمنا سيد احمد اكلمك من الغريطه والنعم فيك يا الغالي والكل الاهل اللي موجودين هناك تحياتنا لهم الله يسلمك جاهزين سيد اي نعم نروح عند الغالي ام هلال ونشوف الديره وين راح ترسيك ان شاء الله وعلى اي اتجاه ان شاء الله يلا يا ام هلال يا هلا ويا مرحبا يا ام حياك الله الله يسلمك يا ام هلال الله يمسيك بالخير الله يعافيك ويسلمك ها ان شاء الله مستعد وجاهز يلا مستعدين يلا ان شاء الله الله يبشرك بالخير عاد الحين احنا بنروح نشوف الديره وين بترسيك ومن عقبها بنسالك نشوف الديره يا سيد احمد وعساها ترسيت مباركه على قولة الغاليه ام هلال ان شاء الله عارف الاتجاهات طبعا اي نعم
وانت في قطب، وين قطب يا سيد احمد؟ قطب جنوب. قطب جنوب، وانت صح، لكن مو ذي سؤالك. اي نعم. سيد احمد، سؤالك الاول ان شاء الله من بعد ما نشوف الصوره اللي على الشاشه وراجعين نسالك السؤال. ان شاء الله. بنشوف الصوره، وهذه الصوره موجوده على الشاشه. شفتها سيد؟ اي نعم. شفنا الصوره، هذه شنو؟ نبته. نبتة. إيه نعم. نبي منك اسم النبتة، تعرف ولا أعطيك خيارات؟ أعطينا خيارات. أعطيك خيارات، تامر، هل هي النفل ولا الصمعة ولا الخزامة؟ النفل، الصمعة ولا الخزامة؟ الصمعة. وش أقول يا أم هلال؟ ثبت ثبت. يا سلام عليك، يا سلام عليك، و150 دينار في رصيدك. وطبعا الصمعة نبتة تظهر بين شهر مارس وإبريل، وترعى منها طبعا الإبل، وموجودة وايد في هورة الزلاق والرفة والهملة. مبروك عليك يا الغالي، 150 في حسابك. بنواصل أكيد، بس سؤالك الثاني بيكون إن شاء الله مع الغالية أم هلال اللي فيها 300، بنروح لها إن شاء الله. ومثل ما تقولنا إلى دائما ما في خسارة في هالسؤال، خلينا نروح نشوف أم هلال وسؤالها. إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال يقول في أي عام تم افتتاح متحف النفط أو دار النفط في البحرين؟ إنزين، في خيارات، سنين خيارات. هل هي افتتح 1992؟ 1931. اسمعني، خلني أخلص لك الخيارات عشان ما تدودة. بعيدها لك من أول. هل هو افتتح في 1992 أو 1993 أو 1994؟ 1994. انت سمعت سمعتني من اول شيء؟ سيد احمد الله يهدوك. الاجابه 1992، رديتها عليك ثلاث مرات. 1992 كانت الاجابه الصحيحه يا سيد احمد. سمعتوا انتوا؟ اكيد اكيد اكيد. 92؟ قال 92. سمعتوا؟ احنا نتشاور مع الكنترول يا مشاهدينا الكرام، نتشاور مع الكنترول لان في ساعات. عيدوها عيدوها. هي بقولها لا علشان اظهرها. عيل حطوا الكاميرا علي. ثبت ثبت ثبت, ثبت. ثبت. سيد احمد ثبتنا له. بس الحين هو السؤال احنا طبعا ردينا له، ان شاء الله بيكون ردين له، احنا ما سمعنا، ولكن طبعا اكيد رجعنا مره ثانيه وتاكدنا من المعلومه من الكنترول والربع في الفريق، اكيد ما يقصرون. قال 92. 92 ثبت على الاجابه الثانيه ب 300 دينار. بيبقى السؤال ال 500 اذا كان راح يواصل معنا ولا لا. رجعنا اتصلنا له. سيد احمد شلونك؟ مره ثانيه لا تحاتي، 300 صارت عندك وثبتنا لك عليه، سموحه منك يمكن احنا ما سمعنا. سؤال الحين بتواصل حق ال 500؟ ايه والله والله اذا بتساعدونا ان شاء الله. هو السؤال بيكون عندي وانا ما عندي خيارات في هذا السؤال يا الغالي، اذا تبي الصراحه، ولكن اذا انت حاب تكمل وعندك معلومات كذي كذي قديمه بتقدر تواصل، انا ما اقدر اجبرك اي ولا لا، في يدك الخيار. يعني تقريبا مثل شنو؟ ما اقدر اعطيك السؤال بالضبط الغالي، يعني صعب شوية المسابقة، يعني سؤال شوي قديم. سؤال قديم. يلا بتساعدنا يلا بالواقع. انا ما اعرف الاجابة، انت براحتك سيد، شو تقول؟ عطني اخر اجابة، بتواصل ولا لا؟ يعني سهل ولا صعب هو؟ سيد شوف انت يعني كنت كلش على شفة على شفة الثانية ويبت ال 92 وخذت ال 300، هل بتجازف وتواصل لل 500؟ وإذا ما عرفت الإجابة ترجع لل 150 ولا بتواصل لل 500؟ شو تقول؟ والله يعني أنتم شو تقولون؟ بتساعدونا شوي بنواصل وياكم. يعني سيد الغالي هذه السؤال بالذات ما في خيارات، أنا بالنسبة لي عندي سؤال ما أعرف الإجابة، إذا حاب أنك تجازف قول لي بواصل أو أنه بكتفي بال 300، أحتاج منك جواب أخير.
شو تقول سيدي؟ اكتفينا خلاص. تكتفي ألف مبروك عليك يا سيد، 300 دينار هدية مقدمة أكيد طبعا من شركة الاتصالات بتلكو، بالإضافة إلى هدية مقدمة من الحواج بقيمة 150 دينار، كوبون مشتريات أيضا من محمصة الجزيرة بقيمة 50 دينار بحريني، أيضا هدية مقدمة من بيت الأصواف بقيمة 50 دينار بحريني. مبروك عليك سيد، تستاهل كل خير. مبروك عليك يا سيد. وأنا كذي أقول كنا وحشنا الطبخ ولهنا نشوف غبقتنا وين وصلت. طبعا هيا المشاهدين خلونا ناخذ طلة سريعة على اليال ونشوف غبقتنا وين وصلت وراجعين نتواصل وياكم. هذه مشاهدينا أجواءنا الليلة في السارية بالمحرق وليال، ما شاء الله اليوم فنون جدا جميلة وغير غبقتنا شيء لا صار ولا سوى. اليوم أم هلال ونيلة شرايكم في الأجواء؟ فعلا اليوم أم هلال يعني أجواء جدا رائعة، دائما أجواء موجودة جميلة هناك.
يعني انا قاعد اقول لهم من ساعه بس مو راضيين، نبي الاجواء نشوفها هني. بس عموما قاعد نتابعها مع المشاهدين، واهم شيء نايله من مهلانا المشاهدين هم اللي قاعد يستمتعون بهذه اللوحات الجميله اللي قاعد تنعرض خلال برنامج الساري هذه السنه. طبعا هاللوحات اللي تقول عنها تراثنا الجميل، تراثنا الجميل اللي ما نستغني عنه، ودلنا وصنعنا. يا سلام عجل. عقب هالفنون الجميله نايله من مهلال نقول الو طبعا حق المتصلين، ونرجع نقول الو مساء الخير، من معانا؟ الو هلا والله. الو غلا مرحبا، من معانا؟ منيره الظاهريه. منيره شلونك؟ الله يسلمك. ما بقى شيء من رمضان يا منيره، انا حاسس بزعل صراحه، انت شلون مشاعرك؟ اي والله بنفقده بنفقده. لا ان شاء الله يرجع لنا ونعود ان شاء الله، وتعودين سنين وسنين يا رب. منيره شلون كذي حماسك حق المسابقه بشري؟ اي والله اكما كلهم لهن يتبرون. يا سلام. اتوقع عينهم على ال 500 ان شاء الله، وتفوزون لل 500. امين يا رب ان شاء الله. شرايك نروح عند الغالي ام هلال ونشوف الديره وين راح ترسل؟ يلا ان شاء الله خير يا رب. حبيبتي يا علي اكسر عنك السوف اللي تروحي. حبيبتي يلا هم يا هلا ويا مرحبا بك، والله يمسك بالنور والسرور. الله يسلمك. يمسك بالنور والسرور حبيبتي. يا عمري عاد احنا الحين يوم قلتي ان الجماعه متيومعين ومستعدين، ان شاء الله في رجاء خير باذن الله، وان شاء الله تيميعتن مباركه ان شاء الله. بس اول بنروح نشوف الديره وين بترسيك، ومن بعدها بنسالك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نشوف الديره يا منيره. يلا وين نيله؟ نشوف الديره يا منيره. يا سلام قالت لي انغزتني. اي والله انغزتني قبل لا تطلع على السياره، والله حست قالت حس قلبي. الف مبروك عليك يا منيره، الف مبروك، تستاهلين، فزتي معانا بساريه قيمتها 1100 دينار. طبعا بتكون ان شاء الله 100 دينار كاش مقدمه من مجلس النواب، بالاضافه الى كوبون مشتريات بقيمة 1000 دينار من بلاتا للفضيات، وهذه بلاتا للفضيات معانا على الهواء مباشرة هني، وما شاء الله ألف مبروك عليك يا منيرة. تستاهلين يا منيرة. تستاهلين كل خير. جزاكم الله خير حبايبي، ما قصرتوا كلكم حبايبي حبايبي. حبيبتي تستاهلين كل خير. جزاكم الله خير، تستاهلون الطيب. تستاهلين. مبروك مبروك منيرة، ألف ألف مبروك، تسألك الخير. وهذه السارية وبرنامج السارية كله خير في خير مثل ما نقول هني مع الجماعة كلهم، وإن شاء الله جوائز وهدايا والسارية بتطلع أكثر وأكثر إلى العيد بإذن الله ثالث العيد. الحين صار وقت نطلع فاصل كذي قصير، بنرجع كونوا في انتظارنا. من أشهر المؤلفات في تاريخ البحرين والتحليل العسكري هو كتاب الضوء الأول، فمن هو مؤلف هذا الكتاب؟ يمكنكم المشاركة والدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية من خلال إرسال كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS للأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 98989. نترياكم في السارية. من أشهر المؤلفات في تاريخ البحرين والتحليل العسكري هو كتاب الضوء الأول، فمن هو مؤلف هذا الكتاب؟ يمكنكم المشاركة والدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية من خلال إرسال كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS للأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 98989. نترياكم في السارية.
متواصلين معاكم مشاهدينا اكيد في الساريه وبرنامج الساريه وخيرات الساريه. بس تخيلوا في الفاصل، انا امس كنت قاعد عند الولد الصغير واساله حصلته شيء؟ قال لي ما حصلنا، ولكن الحمد لله خيرات الساريه ما طلعت بس في الجوائز، طلعت في شغله ثانيه مع العزيز من الدانات، ولازم نرويكم ايش حصلنا من خيرات البحر اللي عندنا في هالديره الطيبه. السلام عليكم، شلونك؟ يا عيني انا سمعت وشفت شغله حلوه انت محصلها. لا اله الا الله تبارك الله بسم الله. حصلنا لولوه. عاد هذه نحتاج ان انا اجي لكم يا الربع. تحتاجون ان انتم تشوفون الشيء الجميل والرائع معاي. عاد لا تنسوني يا الهواء. حسن شوفوا إيه؟ يا سلام، الله على خيرات البحرين جدا الله. جدا تبارك الله من خيرات بحرنا إيه؟ اللي فيه خيرات وفيره. لولوه رائع، شفتوها؟ عاد ام هلال الحين اكيد لازم ارويك اللؤلؤه. اكيد حياك، ننتظر احنا. يا سلام، ولو كان في ثنتين اعطينا كل واحده واحده. الله يسلم للولو البحرين، الله يسلم للولو البحرين. يا عيني يا سلام يا سلام، هذا اللولو الربوني. شفتي خيرات الديره؟ خيرات الديره ما عليها. يا سلام يا سلام، مثل ما قلنا خيرات البحرين غير وخيرات الساريه غير. يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. مشاهدينا اكيد متواصلين مع اتصالاتكم، وان شاء الله الخيرات اللي تحصلونها مثل هالخيرات الطيبه اللي عندنا في الساريه، واكيد خيرات جميله. نقول المساء الخير. مساء النور. يا هلا هلا ومرحبا. من معانا؟ اهلا، معك مريم. مريم حيا الله مريم، شلونك؟ عساك طيبه حبيبتي. طيبه حبيبتي. من وين تكلمينا؟ البحرين. لا ادري من البحرين، من اي منطقه غاليه؟ من سار حبيبتي. والنعم فيك. من سار، حيا الله هالسار. شلونك؟ طيب كنك متوتره؟ اي وايد. حسيت انا عشان كذي اول مره اشارك مسابقه ويتصلون فيني. لازم يغيرونها على طول، التوتر يصير حماس. مريم ان شاء الله وياكم متحمسه. يلا ان شاء الله يا رب. هدي بالك يا رب ان شاء الله. احنا ايش قلنا من بدايه الشهر واحنا نقول والغايه ثالث يوم العيد بنقول ما في احد خسران في الساريه. اكيد كل خسران وياكم حبيبتي. ان شاء الله باذن الله. كفايه مع صوتكم انا خلاص. يا بعد قلبي يا مريم، ربي يسلمك يخليك. عساك سالمه. جاهزه ان شاء الله؟ اي نعم جاهزه. عيل نسمع الديره مع ام هلال. تفضلي معك مريم. حياك الله يما مريم، يا هلا ويا مرحبا. هلا حبيبتي ام هلال. هلا يما، الله يمسيك بالنور. حياك الله ابوي. الله يمسيك بالخير. يا هلا ويا مرحبا بك. هلا فيك يا قلبي. واخري عنك هذه التوتر واللي احنا كلش ما نبيه. مو سالكنا ان شاء الله. مو سالكنا التوتر. اي وان شاء الله فايزه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي فايزه بصوتكم سمعته. حبيبتي تسلمين. بس الحين حبيبه قلبي نشوف الديره وين بترسيج ان شاء الله. الاتجاهات بسم الله. توكل على الله. على الله. نشوف الديره معاك. نشوف الديره يا مريم. وين رست؟ ما طلع مريم. وين ما طلع مريم الغالية؟ هلا حبيبتي. وين ما طلع؟ وين؟ أنا سألت وين ما طلع؟ واللي سلمك مريم وصلنا أي يوم رمضان؟ وين تطلع الشمس؟ وين تطلع؟ تطلع شرق. شرق. يا سلام عليك. رسيتي خير مريم. ما طلع. سؤالك الأولي بيكون مع الغالية أم هلال. نسمع السؤال تفضلي. يلا يا أم هلال. خذي بالك يا مريم وخل ذهنك حاضر بإذن الله تعالى. سمعي يا مريم، السؤال يقول في اللهجة البحرينية كائن بحري يعرف أو يعرف بالفقلول، انزين ما هو؟ في خيار. نعم خساق هو؟ لا كائن. لا 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 جايتك الخيارات. الخيارات نعم. حبيبتي انزين ما هو اسمه؟ لا اسماء ثانيه. هل هو قنديل البحر؟ قنديل البحر. احسنتي كفيتي ووفيتي. ثبت يا سلام وعلى الحق. يا عيني يا عيني يا عيني. 150 صارت عندها. حلوه 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 ال 150 هذه. سمعي غير عن ام هلال، اقول لك ثبت 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 على على وزن ام هلال. مريم ان شاء الله متواصلين للسؤال الثاني، ما فيها خساره ان شاء الله وياكم. ان شاء الله. عيل خلنا نشوف الصوره على الشاشه وراجعين نسالك السؤال. يا مريم انا برا. وي إيه؟ مع الشرح مع الشرح. يعني ليلى انا بشرح لك.
طبعا هذه صورة كانوا يتداولونها أو كان منظر موجود أيام المطوع، لما كان يقري اليهال في المطوع كان اللي يتشيطن ولا اللي شوي يعني ما يفهم الدرس أو ما يركز مع الدرس يعاقبونه، فيربطون الساق بقطعة حبل وخشب ويرفعونها ويحصل العقاب ويحصل جزام المطوع. وصلتك الفكرة؟ وصلت الفكرة، بس وصلت في الفكرة. خيارات على هاي السؤال؟ أكيد في خيارات، بقول لك الخيارات وانتي ركزي معاي في الخيارات. هل هي الكندر ولا هي الفلقة أو الجحيشة ولا اللشاطة؟ أتوقع من المسمى اللشاطة، أتوقع. أنا ما يتروالي ما في شيء اسمه اللشاطة. ما في، عيال نستبعد للشاطة. الخيارات الكندر أو هل هي الكندر، تعرفين شنو الكندر؟ ولا فلقة أو جحيشة؟ كن فلقة. ثبتي لي، ثبتي لي فلقة. فلقة؟ توكل على الله. ثبتي، ثبت على الفلقة، ثبتي لها الغالية. ثبت. ثبت وانت الصح فعلا، يسمونها بعض الناس الفلقة وبعض الناس يسمونها الجحيشة. ألف مبروك على 300 دينار يا مريم. شكرا شكرا مريم. الحين من الحماس بيصير التوتر صج الحين، لأن أنا متحمسة بس ما في أفسر. أنت طبعا تعرفين السؤال الثالث وما في خيارات، هل بتجاسفين نواصل؟ هو يكون صعب ولا الثالث ولا؟ صعب صراحة. نوعاً ما. نوعاً ما. أواصل لأن أول مرة في حياتي يتصلون فيني. أول مرة أشارك. جاسفة، إيش المشكلة؟ بالنسبة لك. بجاسف. بس يا رب ما أرد خايبة يعني. يا رب يا رب أدعي لك من قلبي يا رب. ما خاب نتوكل على. يلا سؤالك يقول يا الغالية. ركزي عدل ها. عائلة من عوائل البحرين الكريمة اشتهرت بصناعة لبشوت منذ أيام الشيخ محمد بن خليفة الكبير، شنو اسم هذه العائلة؟ قولي أسامي الأسر المعروفة. عائلة البغلي. غيري. هذه أتوقع اشتهرت بصناعة البشوت في البحرين. في العائلة من وين أم هلال؟ بس من محرق. من محرق. واللي سلمش عاد ما أقدر أقول أزيد، في فريج باسمهم. ايه واللي سلمت عاد 12 يعني البشت. بشت يحيكون. يحيك الحايك. الحايك. ايوه ايوه صح. ثبت ثبت صح 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 ثبت وانت صح تستاهل. ما بقى شيء ما قلته غير صح. الحمد لله الحمد لله 500. الحمد لله الحمد لله. مريم انا توترت والله، تعالي سمعي قلبك يا طال. واي انا شنو طبيت طبيت. مبروك عليك مريم، الف مبروك. طبعا فزتي معنا بجائزه بقيمه، ما قصرتوا، سلمت. فزتي معنا بجائزه بقيمه 500 دينار من شركه الاتصالات باتلكو، هديه مقدمه من الحواج بقيمه 200 دينار، كوبون مشتريات من محمصة الجزيرة، وأيضاً هدية مقدمة من بيت الأصواف بقيمة 50 دينار بحريني. مريم مبروك. مبروك مبروك عليك. مبروك مبروك عليك. ما قصرتوا، تستاهلين. بارك عليكم باقي الشهر. علينا وعليك يا رب. علينا وعليك. ما قصرتوا، تستاهلين. ألف مبروك. ألف مبروك. تستاهلين إن شاء الله بإذن الله. المتصل الجاي يكون حظه جميل يا رب مثل مريم وجميع المتصلين إن شاء الله يا رب. نقول ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. ألو مرحبا. عبد النبي معانا. عبد النبي. عبد النبي تسمعنا؟ عبد النبي يا حي الله. عبد النبي. عبد النبي أنت المفروض معانا على الهواء. مساء الخير. كنترول عبد النبي وين راح؟ معانا عبد النبي؟ ناطرين عبد النبي. نرجع نتصل له؟ طبعا اكيد ان شاء الله نرجع ان شاء الله نتصل حق عبد النبي. اكيد اكيد ان شاء الله نذكر المشاهدين بطريقه المشاركه في برنامجنا، لان ما شاء الله
للحين الناس تسألنا شلون نشارك، خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي، شلون نشارك في السارية. كل اللي عليكم تدخلون على الموقع الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة، تسجلون في بياناتكم الاسم الكامل، رقم الموبايل، الرقم الشخصي، وبإذن الله تكونون من المتصلين أو المشاركين معنا، ويحالفكم الحظ وتفوزون إن شاء الله. ويمكن بعد الحين في ناس يسألون زين جوائز نقدر نيجي ناخذهم؟ أكيد في نفس الوقت يوم ثاني أكيد طبعا تقدرون تيون في مكاننا اللي إحنا موجودين فيه في القرية التراثية من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30، تيون تستلمون جوائزكم أول بأول وتكونون مستانسين معنا ومرتاحين، وفال الكل الفوز إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله. أكيد اتصالات أكيد أكيد إن شاء الله متواصلين، بس بعد أبي أذكر المتصلين والمشاركين إن شاء الله معنا باكر، يا ريت الكل يكون عند تلفونه، لأن باكر إن شاء الله بيكون عندنا السحب على السيارة رقم 11 إن شاء الله، وتتعرفون على الإجابة. الإجابة جدا سهلة، فنتصل فيكم من أول اتصال، ترفعون السماعة تعطونا الجواب عشان نقول لكم ألف مبروك عليكم السيارة رقم 11. وأتمنى أن إحنا ما يعني ناخذ اتصال ثاني حق شخص ما يرد طبعاً. نفس ما قالت نيلة، ألو مساء الخير السارية تفضلوا هاي الجواب، تعالوا عندنا نسلمكم المفتاح والسيارة إن شاء الله بإذن الله. كي طبعاً عندنا اتصال ثاني، عندنا اتصال نقول الو مساء الخير. الو مرحبا مساء الورد، من معانا؟ نوح عادل. نوح شلونك يا الغالي؟ الحمد لله بخير. الامور طيبه ان شاء الله، والحماس موجود؟ موجود. وين نروح مع نوح يا نيلة؟ نوح عيل على طول، وين نروح نوح؟ ويانا نوح على الدير. على الديره ومع الغالي ام هلال. مع الغالية يا هلا ويا مرحبا بك يا نوح. الله يمسك بالخير، الله يسلمك. حياك الله. ها الله. شلون يا نوح؟ بشر، عساك مستعد وجاهز ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، بس عاد الحين بنروح نشوف الديره وين بترسيك، خبرك صوب الاتجاهات ان شاء الله. الله يرزقك، الله يرزقك على قد نيتك يا نوح. امين يا رب يرزقك الديره وياك، ونشوف الاتجاه. يا سلام يا سلام ما شاء الله. الله الله الفرحه يا نوح، الف مبروك عليك يا نوح. تستاهل كل خير، ألف مبروك، فزت معنا. تستاهل الله يسلمك، تستاهل، أعطيت خير إن شاء الله. أقول لله نيتك إن شاء الله طيبة. نوح نوح ما شاء الله، نوح ما شاء الله نويت ونلت. طبعا أقول لك شنو جائزتك، فزت معنا بسارية قيمتها 600 دينار بحريني، عبارة عن ساعة ألماس مقدمة من الحواج بقيمة 400 دينار، بالإضافة إلى عطور منوعة بقيمة 200 دينار، بالإضافة إلى 100 دينار كاش مقدمة من اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، وهذه 700 دينار مسامحة مو 600 دينار. ألف مبروك عليك يا نوح. مبروك نوح، تستاهل كل خير. تستاهل تستاهل يا نوح. سبحان الله، ناس عندها كذي احساس. ايه ام هلال. اي والله على العظيم على طول على نياتكم يرزقون. سبحان الله على نياتكم ترزقون. يا سلام. ناخذ اتصال ايضا جديد معنا، نقول الو مساء الخير. الو مرحبا نرجس. نعم مرحبا، شلونك الغاليه؟ الحمد لله الامور طيبه. الحماس شلون ما شاء الله اليوم اللي معانا كلهم مرتاحين؟ الحمد لله يا رب ينولك من الحظ السعيد يا رب. قولي امين ان شاء الله. ان شاء الله جاهزين نرجس نروح عند ام هلال؟ نعم نروح عند ام هلال. نعم اكد على النعمان ونروح عند ام هلال. يا هلا ويا مرحبا بك ام نرجس، اهلا وسهلا، حياك الله. الله يمسك بالخير ان شاء الله. ها يمسك بالخير بالسرور. الله يسلمك ان شاء الله، جاهزه ومستعده يمه؟ ان شاء الله ان شاء الله. عال نروح نشوف الديره يمه وين بترسيك الاتجاهات. ان شاء الله نشوف الديره ان شاء الله. ترسيت مباركه يا نرجس، وين ترسي ان شاء الله الديره؟ وين الياه؟ وين الياه يا نرجس؟ الشمال. شمال، وانتي الصح، لكن مو دي سؤالك. سؤالك الاولي الاولي وين؟ عند مين؟ عند حسن. حسن السؤال الاولي. سؤالك الاولي بيكون عندي، بس انا ابيك تين معاي شوي كذي عند الخطاط عشان نكون بيننا وبين بعض، تقدرين تتعرفين على الاجابه على الاقل اقدر اساعدك. يلا حياك نرجس معاي عند الخطاط، بنشوف بناخذ السؤال من هناك. مساك الله بالخير.
الله. يعطيك العافيه. زين نرجس، سؤالك البدايه يقول فريج من فرجان المحرق ارتبط اسمه بقبيله العماري. السؤال يقول ما هو اسم هذا الفريج؟ اعطيك خيارات، هل هو فريج الصاغه او فريج شيوخ او فريج العمامره؟ سهله. فريج العمامره. لحظه شوي اشوف. تفضلي بس اقري ليش مكتوب. مبروك مبروك صح. مبروك يا مبروك. سلام 150 صارت عندك. ثبت ثبتنا عليه وعلى المبروك. تسلم يا الخطاط، يعطيك العافية. ثبت وانت صح يا صح. نرجس ألف مبروك عليك ال 150 دينار. الله يبارك بحياتك. طبعا مواصلين ما فيها خسارة عدل. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. وسؤالك الثاني إن شاء الله بيكون معاي ويقول قلعة فيلم حرق جدد بنائها الشيخ عبد الله بن احمد ال خليفه، شنو اسم هذه القلعه يا نرجس؟ اعطيك خيارات؟ اي تفضل نسمع الخيارات زاد فضلك. يقول قلعه عراد، قلعه بوماهر، ولا قلعه البحرين؟ قلعه عراد. قلعه عراد، قلعه بوماهر، ولا قلعه البحرين؟ هاي نرجس يعني في واحدة طولت فيها شوي. هاي نرجس، قلعة عراد، قلعة بوماهر. قلعة بوماهر. شو أقول يا أم هلال؟ ثبت ثبت وانتي صح وانتي صح يا نرجس. بس كنا كنا تبين تكتفين بالثلاثمية. كنا كنا السؤال السؤال عند أم هلال والكرة في ملعبك يا نرجس. أم هلال شو تقولين؟ أقول إن السؤال عندي الثالث وهو ما في يمه خيارات وصعب يعني وشوية بيثقل عليك. شو تقولين؟ بنواصل. بتواصلين؟ ما في يمه خيارات يعني بقول لك السؤال وانت تجاوبين. إن شاء الله إن شاء الله نعرف الإجابة إن شاء الله. السؤال يقول من البرايح الشهيرة أول مشهورة في المحرق برحتين، والسؤال يقول شنو اسم هذه البرحتين؟ براحت وبراحت. ها ابتدى معاك الوقت يا مهلا. ابتدى الوقت معاك يمه، ترى كلها ثواني. تذكري في برايح في المحرق مشهورة ودائما ينذكر اسمهم هذه البرحتين، براحة بن. يلا تفضلي قولي. ما في مساعدة يعني؟ ما أنا قلت لك يا حبيبتي ما في خيارات. ها براحة. يعطيك العافية. يعطيك العافية حبيبتي. ما تعرفتي على الإجابة. شنو الإجابة الغالية أم هلال؟ براحة بن قتم وبراحة بن عجلان أو بن عجلون. نعم هذه كانت الإجابة الصحيحة على سؤالنا الثالث. عموماً يا الغالي فزتي معانا ب 150 دينار مقدمة من شركة الاتصالات بتلكو، هدية مقدمة من الحواج بقيمة 100 دينار، وأيضاً كوبون مشتريات من محمصة الجزيرة بقيمة 50 دينار، هدية مقدمة من بيت الأصواف بقيمة 50 دينار بحريني. ألف مبروك. مبروك الغالية عليك. نرجس أكيد مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، ومثل ما عودناكم أن دائما الختام يكون مع نسوان الفريج ونتشاب الغبقة فليال، فنروح نشوف النتشاب الطيب والغبقة وين وصلت ونقول لكم تصبحون على خير ومع السلامة. مع السلامة مع السلامة.